بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بعض المنتجات اللي احنا بنعرضها عليكم اللي جاهزة للتصدير من اكبر الشركات في مصر للاخوة المهتمين بالاستيراد من مصر. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن الاستيراد والتصدير، وفي معلومات مهمة جدا بعد 3 دقائق هتظهر مع حضراتكم المعلومات، هعرضها على حضراتكم بالظبط. لو حد عايز يتفرج على المنتجات يتفضل يتفرج معانا ال3 دقائق دول، اللي مستعجل يقدم الفيديو ويشوف الشروط اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبة للاستيراد والتصدير. ولو حضرتك ما عندكش سجل صناعي او بطاقة ضريبية او وعايز تصدر تعمل ايه؟ عندنا جبنة رومي، عندنا التوابل بجميع انواعها، المكرونات، عندنا ده فسيخ ورنجة، انضف الشركات المصرية. طبعا ارقام التليفونات موجودة مع حضراتكم، والواتساب موجود مع حضراتكم. ملوخية جافة للمهتم بالملوخية بعض الدول الاجنبية في اوروبا، حلاوة خير البركة من انضف واجود انواع الحلاوة في مصر، الشركات المحترمة مخللات ومياه غازية، شركتين محترمتين جدا، صابون سائل ومنظفات، شركة محترمة جدا في اسماعيلية، واسعار حصرية مع مصر الحضارة. شوف حضرتك تقدر تتواصل معانا ازاي، احنا بنسيب الواتساب وتكلم معانا. عندنا فيديو النهارده بيتكلم عن شروط الاستيراد والتصدير، ولو حضرتك عندك سجل صناعي، ما عندكش سجل صناعي وعلى عندك سجل مصدرين وعايز تصدر تعمل ايه؟ احنا عندنا الحل لحضرتك في مصر الحضاره. ولكن معانا ال3 دقائق دول بعرض ليكم بعض المنتجات اللي هي موجوده ومتاحه واسعار منافسه جدا عندنا في الشركه. لو حضرتك مستعجل قدم الفيديو وشوف الشروط بتاعتنا اللي هنتكلم عليها النهارده. دي شركة الضحى، من أكبر الشركات في مصر وأكبر شركة في مصر بتعمل توابل وبقوليات وبتصدر مكرونات، وشركة محترمة جدا، ومعنا تواصل مباشر مع إدارة الشركة نقدر نوصل حضرتك وندي لك سعر ممتاز جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مصر الحضارة، سلامة رمضان. فيديو النهاردة مهم جدا لكل المهتم بنشاط الاستيراد والتصدير. عندنا معلومات جدا مهمة لحضرتك. لو حضرتك عايز تصدر وعندك شحنة وما عندكش سجل مصدرين، ما عندكش سجل صناعي، مش عارف تعمل ايه، هل تقف وما تصدرش؟ لا، حضرتك عندنا حل مناسب لحضرتك وحل قانوني جدا جدا. تابعوني لاخر الفيديو هتعرف الحل ازاي، وعن طريق مصر الحضارة سلامة رمضان. زي ما حضراتكم عارفين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم عن الاستيراد والتصدير وشروط الاستيراد والتصدير وشروط تصدير شحنة. انت محتاج ايه من مستندات عشان حضرتك تصدر شحنة معانا؟ لو حضرتك عندك شحنة ومتفق عليها، وده وارد كتير جدا بيحصل مع ناس كتير قوي، وما عندكش سجل مصدرين او سجل صناعي، او حضرتك عندك سجل مصدرين ولكن حصل عملية وقف للسجل المصدرين بتاعك، او وقف على الحاسب الآلي، او ايا كان اللي حصل مع حضرتك بالظبط، هنشوف لحضرتك حل مناسب مع مصر الحضارة سلامة رمضان. بنتكلم فيه هنقول لحضرتك هنعمل ايه. هتيجي حضرتك تقعد معانا، نتفق مع حضرتك ونعمل معاك عقد اتفاق بيننا وبينك، نشوف المنتج بتاعك ايه، وحسب نوع المنتج بتاعك هنوجهك لاحدى الشركات عن طريقنا احنا اللي نقدر ندير الموضوع، وهنعمل عقد اتفاق بيننا وبين الشركه دي. لو حضرتك مثلا بتصدر اي منتج ايا كان، منتجات مطبخ، غسالات ملابس، جبن، مخللات، اي صنف انواع، تمور، عسل، اي انواع، نوجه حضرتك لشركه مناسبه تكون بتنتج الصنف ده، ونبدا نعمل عقد الاتفاق على ان احنا نعمل خط انتاج عند الشركه دي ويعبوا لصالحنا المنتج بتاعك. وانا هقول لحضرتك ازاي، ولكن ده بيني وبينك خاص على التليفون ولكن مش عن طريق اليوتيوب. انا قلت لحضرتك كده، نعمل عقد اتفاق مع الشركه، خط انتاج عندهم، هم يصنعوا لنا المنتج واحنا هنعبيه عندهم، وهياخدوا عموله معينه، واحنا هنصدر ليك باسم مصر الحضاره، وناخد العموله بتاعه المكتب اللي هي العموله البسيطه بتاعتنا. طبعا انا بقول عموله بسيطه لان انا بعمل لحضرتك خدمه النقل والشحن وتخليص الجمارك، فكل ده بيكون معايا في نسبه ربح، فانا باخد ربح قليل من العملاء بتوعي. قبل الكلام ده كله، لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الجمهور، لان في ناس طبعا بتكلمنا وبتسال اسئله من بره مصر ومن داخل مصر عن بعض المنتجات، وطبعا انا بتواصل معاكم على الواتساب وبجاوب كل واحد على الطلب بتاعه، رقم تليفوني واتساب موجود وبرد على الناس كلها في اي وقت حضرتك بتكلمني فيه. رقم واحد اقول لحضرتك يبقى عندنا سجل صناعي، يبقى احنا عملنا عقد اتفاق مع الشركه دلوقتي، حلينا لحضرتك مشكله السجل الصناعي. طيب مشكله سجل المصدرين، احنا عندنا سجل المصدرين بتاعنا، والشركه اللي هي عبت لنا البضاعه هتعمل لنا تنازل وهنصدر البضاعه. طب ما عندكش اشراف صحي، اقول لحضرتك هنقدر عن طريق الشركه اللي احنا اتفقنا معاها تقدر تعمل لنا الاشراف الصحي وتجيب لنا الشهاده الصحيه في خلال 20 يوم للصرف بتاع حضرتك عن طريق مكتب الصحه اللي المصنع تابع ليه.
طيب لازم يكون طبعا عندنا عشان نصدر كمان بطاقه ضريبيه موجود ومتاح، سجل تجاري متاح، قيمه مضافه كل ده متاح، وشركتنا مسجله على الموسوعه الجمارك المصريه ولها رقم تعامل بتتعامل بيه. طيب هنتكلم النهارده عن بعض المنتجات. في بعض الناس كلموني من بره بيسالونا، اخونا الاستاذ حسن بيكلمنا من دوله الاردن عن شروط تصدير الجميد. الجميد ده عباره عن ايه؟ هو احد منتجات الالبان اللي بتتعمل من اللبن، وبيكون مجفف بيدخل في صناعه المخبوزات بره في بعض الدول العربيه. طيب ايه شروط تصديره؟ رقم واحد، لازم يكون عند حضرتك سجل مصدرين، لازم يكون عندك سجل صناعي، طاقه ضريبيه، قيمه مضافه، شهاده صحيه، شهاده بيطريه، دول اهم بندين. طيب لو حضرتك محتاج جميد من مصر، عندنا بدل المصنع واحد واثنين وثلاثه نقدر نوصلك بيهم وتتعامل معاهم مباشر، واحنا بنقوم بدور الوسيط في التصدير وفي الشحن وتخليص الجمال. يبقى قلنا الجميد المطلوب ليه بالظبط. طيب في ناس بتتكلم عن تصدير الارز، وناس كلموني من بره من هولندا، استاذه منار كلمتني من هولندا بتسال على الرز. بقول لحضرتك ان الرز دلوقتي موقوف تصديره من مصر، ولان طبعا في الدوله بتعمل عمليه احماء لبعض الصناعات في المصريه اللي السوق المحلي محتاجها. كان من سنتين كانوا فاتحين تصدير الرز وكانوا بياخدوا عليه رسوم اكتر من 2000 جنيه للطن، ولكن دلوقتي الموضوع موقوف تصدير الرز نهائي للخارج عشان نبقى فاهمين قصه الرز بالظبط. طيب ناس اتكلمت بيسالوني عن من المانيا، بيسالني الاستاذ عبد المنعم عن تصدير السكر لدوله المانيا. بقول لحضرتك ان السكر متاح تصديره، ولكن قبل التصدير لازم العميل من بره كان هياخد منك كميه 10 طن 50 طن 100 طن يعمل لك ايداع بالفلوس، وبتجيب الاشعار البنكي بالايداع ان الفلوس دخلت حسابك في مصر هنا كشركه، ثم بعد كده بتبدا تعمل تمارس عمليه التصدير. في ناس بيكلمونا دلوقتي، طب السكر محتاجين له شهاده صحيه، سجل صناعي عشان حضرتك تصدر سجل مصدرين ايضا. الفاصوليا عندنا كبرى الشركات في مصر، وشركه الضاحه من اكبر الشركات، هننزل ليها الاستيكرات بتاعه المنتجات بتاعتها الموجوده، وبنتكلم شركه الضاحه شركه رائده في مصر في صناعه البقوليات، في صناعه الارز، في صناعه التوابل بجميع انواعها، في صناعه المكرونه، شركه ممتازه جدا. ومن الشركات اللي احنا صدرنا ليها لدول اوروبا كتير شركه الضحى في مدينه العاشر من رمضان، ونقدر نوصلك باداره التصدير في الشركه تتعامل معاها. طيب الفاصوليا بنقول تصديرها متاح وموجود، ولكن زي ما حضرتك واحد سالنا من العملاء محتاجين شهاده صحيه، ودي بنوفرها لك من الشركه المنتجه. طب لو الفاصوليا كميات كبيره بتحتاج فحص من وزاره الزراعه في المكان اللي هي موجوده فيه لو الشكاير 50 كيلو. عندنا بنتكلم عن صناعه العصائر، واخونا معتز بيكلمنا من دوله فلسطين، وقدرنا نتوصل لبعض الشركات هنا في مدينه العاشر من رمضان. زي ما انا قلت له موجود شركه فريش لاند واوريكس لاند من الشركات اللي بتعمل العصائر، وطبعا عندنا بعض الشركات الاخرى، ولكن هو محتاج عصير عبوات بلاستيك. هنقدر نوصل حضرتك استاذ معتز في الوقت القريب لما تنزل مصر، ونبدا نوصلك بيهم عشان تصدر المنتج بتاعك. المكرونه عندنا شركه الضحى، البقوليات عندنا شركه الضحى، التوابل زي ما قلنا محتاجين بالنسبه للتوابل شهادات صحيه، والتوابل بتحتاج تحليل متبقيات في معمل وزاره الزراعه قبل منها. طيب حضرتك دي بعض المنتجات اللي احنا اتكلمنا عنها ومحتاجين نصدرها للخارج. اخونا الباشمهندس كلمنا من دوله السعوديه وقال انه كان واخد حاوي السيور من مصنع في مدينه العبور، ولكن الشركه يعني ودت الكميه ناقصه له حوالي 100 كرتونه تقريبا، سعرهم عالي قوي، معذرة الكمية الكرتونة دول بسعر عالي كبير جدا. فبيقول لي نقدر نتواصل معاهم ازاي؟ قلت له حضرتك تقدر ترفع عليهم قضية لو هما مش موافقين ان هما يسددوا لك ثمن الكراتين الناقصة في الكونتينر بتاعك، وتقدر عن طريق الايميلات اللي بين حضرتك وبينهم، ونقدر نرفع عليهم قضية عن طريق محامي. وده اللي احنا بنقوله، ان حضرتك لازم يكون ليك مندوب هنا في مصر او وكيل هنا في مصر بيحضر التعبئه والتغليف والتحميل، وده اللي احنا منوطين بيه كشركه مصر الحضاره، وبنقدر نوفره لحضرتك. لو حضرتك عندك منتج بره في مصر هنا ومش قادر تصدره كلمنا نقدر نسوقه لحضرتك. لو حضرتك من بره مصر وعايز منتج من مصر هنا كلمنا نقدر نوصل حضرتك بشركات تتواصل معاهم مباشره ونتفق معاهم على الاسعار. نحن بنقوم بدور الوساطه في التصدير وفي تخليص الجمارك وفي الشحن.
تابعونا على قناتنا وقناتكم مصر الحضاره سلام رمضان، وعندنا فيديوهات خاصه بالاستيراد والتصدير وتاسيس شركات استيراد وتصدير للناس اللي بتسال على الموضوع ده. ارجع لحضرتك ورا في القناه تلاقي فيديوهات وموجوده، واتابعنا على اليوتيوب ولايك وشير لفيديوهاتنا، وبشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.